الفنون، من هو الفنان الذي قام بدور صلاح في فيلم على جنب يا اسطى؟ أشرف عبد الباقي. أسر ياسين. أشرف عبد الباقي كان في الفيلم فعلا. أسر ياسين. أيوة، هو كان أخوه وكان بيدور عليه على طول. طب إحنا ينفع نقول الإجابة التانية؟ مش إحنا بناخد الإجابة الأولى؟ لا أسف، معلش والله غلط، معلش أسف. معلش معلش، هي النهاردة أعصابها بايظة، مفيش فايدة. الهدف الثالث تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج سعيد حامد. اتفضلوا.